ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكون كل حاجه بخير وعال العال. خليني هقول لك على حاجه لطيفه، يعني اذا سمحت لي عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهد. انا لا بحب اجمل الصوره اكتر مما ينبغي او اكتر مما تحتمل، ولا احب ان انا اخلي الصوره معتمه قاتمه اكتر من الحقيقه. يعني اذا كان الحقيقه فيها شيء ما غير جيد هنقول لك الحقيقه، فيها شيء جيد هقول لك انه جيد، لو ممتاز يبقى ممتاز، لو لا قدر الله كارثي هقول لك انه كارثي. طيب، هل الوضع في فلسطين المحتله غير جيد؟ لا، هو الوضع كارثي على بلاطه. صح صح. طيب، هل هيتطور الى ما هو أسوأ؟ طيب تعالى ناخدها بالراحه، ودي مش النظره المتفائله، هي النظره الواقعيه. تعال نفك المشهد كده زي ما بيتقال، فكه يعني علشان تقدر تبقى شايف الدنيا ماشية ازاي. أي شيء مركب معقد في الدنيا، موتور مثلا، مكنة، جهاز إلى آخره، بيحصل الجماعة الصينيين كانوا بيعملوا حاجة لطيفة جدا اسمها الهندسة العكسية، عشان يعملوا تطوير للصناعات بتاعتهم ويطوروا التكنولوجيا بجانب بقى الأبحاث اللي بتتعمل، الأبحاث الصناعية والأبحاث التكنولوجية وما إلى ذلك، يعملوا حاجة اسمها الهندسة العكسية، فكها لحد أصغر وحدة ممكنة ونفهم وظيفة كل صمولة وكل مسمار بيحصل ايه. من هنا اقدر اقول لك والله الموتور ده نقدر واحنا بنعيد تجميعه تاني، خلاص انا اقدر اقول لك ان الموتور ده علشان يتعمل بقى بالمظبوط كذا، السبيكة بتاعت الموتور بتتعمل بالطريقة الفلانية، الخ الخ. السياسة كده، السياسة كده. فتعال نفك المشهد كده. فلسطين موجودة فين بالنسبة لنا في مصر؟ موجودة على الحدود بتاعتنا. صح، جميل. طيب، فلسطين موجودة فين بالنسبة للمنطقة العربية؟ فلسطين موجودة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في دول متاخمة للأراضي الفلسطينية المحتلة. سيبك دلوقتي إذا كان فيها احتلال اسمه الإسرائيليين ولا ما فيهاش، بس الأراضي المتاخمة أو الدول المتاخمة هي إحنا، هي الأردن، هي سوريا، هي لبنان. صح؟ جميل. طيب، موقع فلسطين على الخريطة بالنسبة للمنطقة كلها يا ترى هي فين؟ هي في الجزء، خد بالك بقى، أقصى غرب المنطقة العربية الأسيوية. تيجي فين؟ تيجي على الحدود مع سيناء. لسه أنت ما قلتش جديد يا يوسف. واحدة واحدة. طيب، مصر فين في المنطقة دي؟ مصر هي مركز الخريطة العربية، مش مركز بمعنى أنها تقع في منتصف الخريطة العربية، لا، هي الدولة المركزية بحكم الجغرافيا ما بين شرق، آسف، ما بين شرق المنطقة وما بين غرب المنطقة، هي ما بين المنطقة الأسيوية والمنطقة العربية، فده جزء من مركزية مصر ودورها أنها الرابط ما بين ما هو أسيوي وإفريقي في منطقة المنطقة العربية أو الشرق الأوسط. أدي واحد. اتنين، مركز مصر على الخريطة، الحاجة اللي كنا بناخدها واحنا صغيرين يقول لك مصر تتوسط خريطة العالم، هي مصر فعلا بتتوسط خريطة العالم. طيب، مصر مطلة على بحرين مهمين جدا للتجارة الدولية اللي هو البحر المتوسط والبحر الأحمر. مصر عندها ممر مائي عمليا هو من أهم الممرات على مستوى العالم، ألا وهو قناة السويس. مصر أضافت زي ما كنت بقولك لنفسها، أضافت لنفسها قوة على قوتها، بعد لنفسها، بعد حيوي، دائرة حيوية جديدة اسمها شرق المتوسط، لما عملت ترسيم الحدود الاقتصادية في منطقة شرق المتوسط، عملت منتدى شرق المتوسط، فده أضاف لمصر قوة سياسية مهمة جدا، وطبعا سببها أنها قوة اقتصادية نتيجة أنه حقول الغاز والكشوفات اللي بتتعمل في المنطقة، واللي يستفيد منها كل منطقة شرق المتوسط. شرق المتوسط بالمناسبة تنتهي عند تونس، يعني من تونس لحد سوريا وتركيا في الشمال. طبعا شرق المتوسط دي فيها فلسطين وفيها لبنان ومصر بطبيعة الحال. السؤال بقى، مين مستعد يغامر؟ خد بالك معنا كده بنفكك الخريطة لسه، وبنفكك الأوزان الجيوسياسية اللي هي الجغرافيا مع السياسة، تأثير الجغرافيا على السياسة. فمصر جيوسياسيا، جيوسياسيا من أقوى الدول اللي موجودة في الدنيا، من أقوى الدول اللي موجودة في الدنيا. مصر جنوب المتوسط، مصر على قناة السويس، مصر شرق المتوسط نفسه، مصر هي البوابة إلى أوروبا، مصر هي بوابة أسيا العربية إلى أسيا، إلى أو عرب اسيا الى عرب افريقيا، والعكس صحيح، مصر هي بوابه افريقيا الى اخره. طيب، مصر والبحر الاحمر، ما انت عندك البحر الاحمر ده هو اللي بياخدك بقى يوديك على
قارة آسيا وجنوب شرق آسيا والدول الصناعية الكبرى اللي هناك، اللي طبعا من أبرزها ومن أكبرها الصين، حتى الهند. إلخ حدث كيفما شئت. مين في الدنيا مستعد يغامر بمصالحه في المنطقة حتى الاشتعال المطلق؟ هل الأوروبيين مستعدين يغامروا بمصالحهم الاقتصادية في المنطقة إن وصلت المنطقة إلى اشتعالها المطلق؟ مفيش حد بيغامر بمصالحه. يعني ممكن يدوس يجي عند حتة ولازم يتراجع. خد بالك، وجود إسرائيل في المنطقة هو وجود وظيفي. الوجود الوظيفي بتاع افصل لي الشرق عن الغرب، اعمل لي مسمار جحا في وسط المنطقة العربية، اخلق لي مشاكل طول الوقت في المنطقة دي، عايز العرب ما يتوافقوش مع بعضهم بنسبة 100%، خلي دايما يبقى فيه تباينات. انا هضرب لك مثل زمان بعد حرب 1973، حرب اكتوبر العظيمة وانتصارنا المؤزر على العدو الصهيوني، وبدأنا بعد شوية نعمل اتفاقات، حصل بيننا وبين الأمريكان شيء من التقارب، أصبحوا هم وسطاء في عملية سلام ما بيننا وما بين الجانب الصهيوني وصولا لكامب ديفيد ثم اتفاق السلام. حصل إيه من غالبية الدول العربية؟ قال لك لا، اعمل حاجة اسمها المقاطعة العربية، واسحب المقر من القاهرة ووديه تونس. أنا هنا مش بكلمك هو ده صح ولا غلط، رئيس السادات الله يرحمه كان صح ولا مش صح، التطبيع حلو ولا وحش، مش ده الموضوع على الإطلاق. أنا بكلمك على الموقف السياسي ده في هذه الحقبة التاريخية، في هذه العشرية بتاعت من 73، ما كانتش عشرية أو السبع سنين إياهم دول، من 73 لحد 80 81، سبع ثمان سنين. هنا في تباين أهو. أغلب الدول العربية بتقول لا، ما يتعملش سلام مع إسرائيل خالص، ومصر مصرة على السلام، فإحنا هنعمل مقاطعة. صح؟ جميل. يبقى جزء من الأدوار الإسرائيلية هي خلق هذه التباينات، تعمل عملية استنباط، ترمي بذور الشقاق، الخلاف ما بين العرب وبعضهم. وبعدين حصلت المصالحة العربية والمقر رجع لنا تاني في ميدان التحرير، ما حدش بيشيل المقر يعني، لكن خلاص مقر ميدان التحرير رجع تاني، هو المقر الرئيسي للجامعة العربية وسوف يظل بأمر الله سبحانه وتعالى إلى يوم الدين. مش دي بقى المسألة اللي عايز أقوله لك، إنه ده الدور أو دور من الأدوار الوظيفية اللي بتلعبها إسرائيل في المنطقة. إذن لو إنه إسرائيل برعونة نتنياهو وحكومته بدأت تتخطى هذا الدور الوظيفي الذي يصل إلى مرحلة تهديد مصالح الأوروبيين أو تهديد مصالح الأمريكان. خلي بالك، الموجودين في البيت الأبيض دلوقتي ما هماش الأكثر حكمة في أمريكا، ولا هم الأكثر حكمة عند الحزب الديمقراطي. في عدد من الديمقراطيين مش موافقين على السياسات اللي بينتهجها البيت الأبيض، وطبعا طف واسع جدا من الجمهوريين برضو مش موافقين على هذه السياسات. يعني الامريكان عادة يعملوا لك دوس عليه لحد ما يجيب اخره، اول ما تلاقي خلاص بيفلفص هيطلع في الروح ارفع ايدك. ليه؟ علشان يفضل طول الوقت قلقان مني كامريكا كواشنطن، قلقان خايف، فيفضل طول الوقت بيسمع الكلام ويقول طيب وحاضر. لكن المصالح الامريكية في المنطقة، امريكان ليهم مصالح اقتصادية في المنطقة مهولة مخيفة ضخمة، وبالتأكيد من أبرزها النفط بترول، بس كمان عندهم استثمارات تانية كتير وعلاقات اقتصادية بكل الدول العربية تقريبا، وعلاقات مهمة. مش بس كده، ومحتاجك سياسيا في ملفات كتير، مش بس احنا وغيرنا. قد يكون احتياجه، مش قد، هو بالتأكيد احتياجه السياسي ليا أنا في مصر هو الاحتياج الأبرز. وهم شافوا المشهد بتاع ما يدور الآن على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا عند قطاع غزة وحول القطاع، حول الضفة الغربية، وشاف الدور المصري إزاي بمنتهى الذكاء والحكمة والمهارة والهدوء، خطوات هادئة واثقة فاعلة طول الوقت. طب ده الأمريكان، يبقى أنا محتاج مصر. أي رهانات على أي حد تاني، أي حد تاني مش بس عربي بالمناسبة، اي حد تاني، لا مش ده الرهان الفائز. ويتعمل اعادة ترتيب مرة تانية للافكار والاوراق. كنا نراهن على الدولة الفلانية، كنا نراهن على الدولة العلانية، كنا نراهن على القوى، زي ما كانوا بيراهنوا فترة على الاخوان المسلمين، ما هو ده معروف ومعلن. ما ترجع تشوف الخطابات بتاعت هيلاري كلينتون مثلا، يعني
فالرهانات اكتشفوا ان الرهانات على غير مصر ليست رهانات فائزة، ان الرهان اللي يفوز هو الرهان على مصر. انما بص اصل خلي بالك مصر دورها تراجع جدا، اصل مصر اقتصاديا مش عارف ايه، اصل مش كل الكلام الفارغ اللي اتقال. ساعة الجد لقوا ان مصر اللي هم تصوروا انها تراجعت وضعفت وقدراتها مش قد كده، واصل ما فيش اجماع عربي، واصل ما فيش اجماع اقليمي، واصل ايه، لقوا ان مصر هي صاحبة مش الدور البارز الابرز والاقوى والاكثر فاعلية، فالرهان تاني على القاهرة. ادي واحد. اتنين، حاضر. اتنين، الاوروبيين عندهم مشكلة اكبر في مصالحهم في المنطقة طبعا، واستثمارات وفلوس وعلاقات سياسية وعلاقات عسكرية وحدث ولا حرج. بس في حاجة تانية، في تهديد للأمن الاجتماعي الأوروبي اللي هو إيه؟ الهجرة غير الشرعية. تاني، الهجرة غير الشرعية. الهجرة غير الشرعية عشان توصل لأوروبا، إذا كانت بقى بتيجي من منطقتنا العربية، بتيجي من إفريقيا، بتيجي من بعض المناطق الآسيوية، عشان توصل لأوروبا لازم بتعدي من البحر المتوسط. طب مين اللي يفتح البوابة ومين اللي يقفل البوابة؟ جمهورية مصر العربية، خفر السواحل المصري، المؤسسات المصرية، الأجهزة المصرية، الحكومة المصرية، الدولة المصرية كلها، يا تفتح البوابة يا تقفل البوابة. مصر قافلة البوابة بقالها كذا سنة، وكل كل الأوروبيين، كل بمعنى كلمة كل، يشيدون جدا ويثمنون الدور المصري في قفل الهجرة غير الشرعية. ولو اشتعلت المنطقة ايه اللي هيحصل؟ هي مصر هتنشغل بالهجرة غير الشرعية لأوروبا، ولا تنشغل بنفسها وتأمين حدودها وأمنها القومي والأمن القومي العربي؟ طبعا هتنشغل بحدودها وأمنها القومي والأمن القومي العربي، وتنطلق بقى الهجرة غير الشرعية لأوروبا، فتفعل في أوروبا ما لا يتصوره أحد. هتعمل أزمات اقتصادية، وهتعمل أزمة اجتماعية في البنية الاجتماعية الأوروبية، وهتعمل مشاكل كتير وخلل وكل اللي ممكن يجي على بالك، كل اللي يجي على بالك. فالأوروبيين أيقنوا تاني أنه إسرائيل دلوقتي بتتخطى دورها الوظيفي. يبقى جزء من الأمريكان، أو جزء، مش كل دوائر صنع القرار، جزء من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية تعي أنه إسرائيل بتتخطى دورها الوظيفي وهتتسبب في مشكلة وهتضر بالمصالح الأمريكية. كل الأوروبيين عندهم يقين أنه إسرائيل تخطى دورها الوظيفي وبتضر بالمصلحة الأوروبية المباشرة. إذن هيسكتوا ويتفرجوا؟ قطعا لا. هل هيضربوا إسرائيل؟ قطعا لا برضو. لكن هنا بقى إيه؟ تثمر الجهود المصرية، تثمر الخطوات المصرية، تثمر الضغوط المصرية، وبإذن ربنا سبحانه وتعالى يبقى قريب. أنا ما عنديش البلورة، أنا بفكك لك المشهد ونفكر فيه. ما هو مين اللي بيضغط؟ مصر. مين اللي طول الوقت شغال؟ مصر. مين اللي طول الوقت بيقود عمليات تفاوض؟ مصر. مين اللي بيستقبل المكالمات بتاع زعماء العالم؟ مصر. مين اللي بيستقبل مقابلات وحضور وزيارات زعماء العالم للتشاور مع رئيس جمهورية مصر العربية؟ مصر طبعا، طبيعي. يبقى هتثمر، تثمر في ايه بقى؟ نبدأ نخش في مراحل التهدئة. امتى؟ ما عنديش البلورة السحرية، لكن الأكيد ان الأزمة منتهية في وقت من الأوقات. طب مصر عايزة الأزمة تنتهي امتى؟ مصر عايزة الأزمة امبارح. لو مصر عايزة تنهيها من 60 يوم، فات 60 يوم. احنا النهاردة 6 ديسمبر، الضرب بدأ يوم 7 اكتوبر، بعدد الايام 60 يوم، مش 59، 60 يوم عدوا. مصر بتبذل كل الجهد اللي ممكن حد يتصوره. لا احد يستطيع ان يلعب الدور المصري باي حال من الاحوال، لا احد يستطيع في المنطقة بالكامل. مع الحب والاحترام والتوقير والتقدير، والله العظيم بكلمك من قلبي، لكل الدول العربية ولكل العواصم الكبيرة والفاعلة، على قلبي زي العسل وعلى راسي وعيني. بس انت صاحب الموقع الجيوسياسي الأهم، انت صاحب الجيش الأقوى والأهم، انت صاحب القدرات الأعلى والأكبر والأكثر حيوية فيما يتعلق مع الأوروبيين وما يتعلق بالأمريكان زي ما كنا لسه بنتكلم. وبالتالي هي القاهرة، هي القاهرة. عاصمة العرب فين؟ القاهرة.
عاصمة الشرق الأوسط فين؟ القاهرة. القرار الإقليمي هيطلع منين؟ من القاهرة. مش عافية، مش عافية، ومش تكبر، ومش صلف، لا، كل الأسباب اللي ذكرتها، زائد التاريخ، زائد أن القاهرة وسيط نزيه في المطلق، مش الأكثر نزاهة، هو النزيه في المطلق. ومن هنا يجي أنه مصر مصرة على حل الأزمة. مصر لما بتحط في دماغها حاجة بتعملها. وافتكر مصر لما خدت قرار تقضي على الإخوان المسلمين في المنطقة عندنا، مش هيوصلوا للحكم، يعني مش هيوصلوا للحكم. مصر اللي خدت القرار، فما وصلتش الإخوان، أسقط الحكم الإخوان في مصر، طيرت الإخوان اللي موجودين في تونس، خلصت الأزمات اللي كانت موجودة أو ساهمت في أنه الإخوان ما يبقاش ليهم فعالية في سوريا، الإخوان ما يبقاش ليهم فعالية في ليبيا، عملت اللي يعني اللي ممكن يتصوره إنسان وما لا يتصوره إنسان للقضاء على العصابات المسلحة أو الميليشيات المسلحة اللي موجودة في ليبيا. مصر خدت القرار أن الإخوان مش هيصلوا للحكم في المنطقة. أزيدك من الشعر بيت؟ طيب، كل الدول العربية كانت قلقة، كل القلق، من وصول الإخوان للحكم بشكل أو بآخر، سلما أو حربا. أول ما مصر وقعتهم كله شم نفسه، استراح، والكل يعلم ذلك. هنا بقولك مصر، مش مصر حاشت كتير ولسه حايشة كتير وهتحوش كتير عن الكل. اللي هيمشي ورانا يكسب، بلاش يمشي ورانا، اللي هيمشي جنبنا ايدينا في ايدين بعض هيكسب. اللي عاوز يطلع بره الطابور مش هيكسب، مش هقول يخسر، مش هيكسب. بلاش نطلع بره الطابور، خلينا مع بعض، صف واحد على قدم المساواة. حلو كده، ميت فل. تعالى نرجع مرة تانية للانتخابات المصرية، انتخابات الرئاسة. النهاردة كان في المؤتمر الصحفي في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم الإعلام في هذا المؤتمر أنه تم توفير كل الجزئيات لإجراء الانتخابات الرئاسية، وأنه تم تسليم جميع أوراق العملية الانتخابية إلى رؤساء اللجان. طب مين اللي قال الكلام ده؟ بطبيعة الحال سيادة المستشار أحمد البنداري. خلونا نسمع قال إيه وهنرجع نكمل الكلام. احنا إن شاء الله النهاردة طالعين بالمؤتمر الصحفي ده لإطلاع الرأي العام على كافة الإجراءات اللي تمت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذا لقرارات مجلس الإدارة لإدارة العملية الانتخابية ومدى جاهزية الهيئة للاستحقاق الانتخابي في الداخل إن شاء الله. بالفعل تم تهيئة كافة المقرات اللجان الفرعية وتم تجهيزها ووصول كافة اللوجستيات المتعلقة من سواتر وصناديق اقتراع، وتم معاينتها وفقا للضوابط اللي تم وضعها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتيح للمواطن أن يباشر حقه السياسي في مباشر حقوقه السياسية بسهولة ويسر. وتم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة، تم وضع الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع، ودي أول مرة نعملها بشأن ذوي الإعاقة السمعية. تم وضع بوسترات خاصة بذوي الإعاقة السمعية، وتم برضو إعداد بطاقة برايل وتم استخدامها في خارج جمهورية مصر العربية وأتت ثمار جيدة، وتم تجهيز كافة اللجان الفرعية بكروت برايل تمكين ذوي الإعاقة البصرية لمباشرة حقوقهم السياسية مباشرة دون مساعدة. وأن الأصل العام كان وفقا للقانون يتيح لذوي الإعاقة البصرية الاستعانة برئيس اللجنة الفرعية. بالفعل تم تسليم كافة أوراق العملية الانتخابية. آخر محافظة استلمت كانت محافظة القاهرة امبارح. الآن وأنا بكلم حضراتكم السادة رؤساء اللجان الفرعية، السادة رؤساء اللي هم من الهيئات القضائية والسادة القضاة، بيتم تسليم أوراق العملية الانتخابية الخاصة باللجان رئاستهم. وتم بالفعل التجهيز لاستلام الأوراق. تم الاستعانة وتم عدد الهيئات القضائية المتواجدة 26,000 قاضي. تم الاستعانة ب 15,000 منهم بين رؤساء لجان متابعة ورؤساء لجان عامة ورؤساء لجان حفظ ورؤساء لجان فرعية.
عدد المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية 9376 مقر انتخابي ما بين مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز شباب ووحدات صحية موزعة على مستوى الجمهورية. عدد لجان الاقتراع 11631 لجنة فرعية موزعة توزيعا جغرافيا روعي في التيسير على الناخب لتمكينه مباشرة حقوق سياسية. وفي هذا السياق كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت على موقعها قاعدة البيانات بعد توزيعها على هذه المقرات، وتم فتح باب الطلبات لتقريب اللجان للناخبين، وبالفعل تلقت الهيئة الوطنية 5550 طلب استجيب لكل الطلبات، وبالفعل تم تقريب كل من تقدم بهذه الطلبات إلى اللجان الأقرب له لإتاحة الفرصة للإدلاء بصوته. طيب احنا يمكن استمعنا لهذا المؤتمر الصحفي، وده هيخليني يبقى في عندي برضو ايه مسألة او اكثر من سؤال حول الاستعدادات للانتخابات وما الى ذلك مع الحركة الحزبية المصرية او الشارع الحزبي المصري. خليني اخد معانا على التليفون سيادة اللواء طارق نصير امين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والامن القومي مجلس الشيوخ. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا معالي النائب. ازاي حضرتك ونقطة البرنامج. يا رب يخليك يا سياده اللواء. طارق بيه، يعني كنا بنتكلم على انه احنا خلاص احنا النهارده 6 7 يوم 10 الانتخابات بتاعتنا 10 11 12 الانتخابات في الداخل المصري باذن الله، وعلى الاستعدادات الحزبيه لو صح التعبير استعدادات الشارع الحزبي المصري لهذه الانتخابات، وحزب حماة الوطن واحد من اكبر الاحزاب في المشهد المصري. تمام. استعداداتكم ماشية ازاي؟ يعني لأجل انه نشوف قدامنا مشهد انتخابي ممتلئ، يعني انا مش هتكلم طبعا عن النتيجة، في صمت انتخابي ودوري ان انا ما اتكلمش عن النتائج، بس هتكلم على مسألة الاقبال على الانتخابات. لا خلينا نتكلم على الاستعداد كده ايش ازاي. حلو. احنا حزب حماة الوطن منذ عدة اشهر مجهزين كافة مقار الحزب اللي تتعدى اكثر من 2000 مقر، مسخره كتبقى مقرات للانتخابات علشان تكون مجهزه ومهيئه لمساعده الناخب اللي المفروض احنا ان شاء الله كنا متوافقين عليه عشان يكون مرشح حزب حماة الوطن. واحنا طبعا كحزب حماة الوطن توافقنا على السيد المرشح عبد الفتاح السيسي ليكون حزب حماة الوطن داعما ليه في العمليه الانتخابيه ان شاء الله. فانا عايز اقول لحضرتك دي اول حاجه، احنا مسخرين المقرات كلها دي العمليه الانتخابيه. الحاجه الثانيه ان احنا خلال الفتره السابقه منذ اعلان رشحنا للانتخابات واحنا بنعمل مؤتمرات وندوات واكثر من مؤتمر اساسه التثقيف التوعيه للناخب ان هو يحرص على ممارسه حقه الانتخابي اللي شرعه ليه الدستور، وغير حقه الوطن ليه حق عنده بغض النظر هو هيرشح مين، لكن لازم ينزل ويدي. ده كان الاساس عندنا في تدريب التثقيف الباطن المصري على مستوى 27 محافظه. لما تولينا المسؤوليه واخترنا مرشحنا بقى شغلنا الشاغل التالي ان احنا ندعم مرشحنا للرئاسه. ندعم مرشحنا للرئاسه ليه؟ لأن هذا الرجل بذل مجهود كبير جدا جدا مصر ما شافتلوش من عشرات السنوات. هو في خلال الفترة اللي تولى فيها رئاسة الجمهورية إنجازات كبيرة جدا مش هنقعد نحصر فيها، لكن خليني أركز على جزئية حضرتك يعني عملت فيها افتتاحية كبيرة جدا وأنت بتتكلم وتلمست بتفصيل الأمن القومي المصري. أنا أقول لحضرتك إن أنت يعني إيه المفروض تغير اللجنه بتاعتك في المجلس وتخش لجنه الدفاع والامن القومي لان عندك امكانيات ممتازه. خلاص يبقى ساعتها بقى اجي مع حضرتك في الشيوخ بقى ولا ايه بقى؟ بس يعني انا مين علشان اتكلم؟ حضرتك في النهايه برضو الاكثر تخصصا وصاحب الخبره الاطول بكتير، وده مهم بالنسبه لي ان انا اسمع كمان. انا عايز اتكلم في الجزئيه اللي مهمه جدا للمواطن المصري يعلمها ودي بنقولها في كل المؤتمرات. الانجازات كلها اللي سياده الرئيس عملها هنحطها في جانب كده
والجانب الأكثر أهمية وهو الحفاظ على الأمن القومي المصري وتماسكه. هذا الرجل مرشحنا فعلا من قبل أن يتولى رئاسة هذه الدولة ومن قبل أن يكون وزيرا للدفاع، وإذا نتوليه أحد الأجهزة الأمنية في الدولة المصرية كان حريص جدا 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 على إعلاء مقومات الأمن القومي المصري، لأنه تحمل مسؤولية كبيرة جدا في وقت كانت الأجهزة الأمنية كلها ليست على مستوى الجهاز الذي يتولاه، عشان مسؤولية كبيرة جدا جدا يحافظ على قوام الأمن القومي المصري سواء في الداخل أو في الخارج. واستمر في هذا إذن توليه وزيرا للدفاع في تطوير القوات المسلحة بصورة غير مسبوقة لم تحدث من قبل، كل ده حفاظا على تماسك وثبات دعائم الأمن القومي المصري. وبالتالي لما تولى رئاسة هذه الدولة منذ توليه مسؤولية طور بطريقة مبهرة للقوات المسلحة حفاظا على الأمن القومي المصري. الكلام ده يمكن ناس كتير كانت بتقول يا يوسف بيه طب ليه الاسترال وليه الرافال وليه واحنا هنحارب، ليه المليارات اللي بتصرف تنفق في القوات المسلحه؟ اعتقد بعد يوم 17 جميع المواطنين في الدوله استشعروا، حتى المواطن البسيط اللي فكره حتى بسيط جدا استشعر ان اللي كان بيتعمل ده حرص من هذا الرجل الذي يعلم ما هي مقومات الامن القومي المصري كخبره وكممارسه وكتطوير في الامن القومي المصري، وعنده الحنكه. الحنكه دي حاجه من عند ربنا، دي حاجه هو عنده الحنكه والتوقع بما تحتاجه مصر في المستقبل، ومعاها تراكم الخبره، وفي نفس الوقت كمان مع توالي مسؤوليه رئاسه البلاد يا طارق بيه، الواحد بالتاكيد يعني اي حد هيتولى في يوم من الايام مسؤوليه بلد ما مش بس عندنا في مصر بيجمع كم مذهل من المعلومات بيبقى موجود قدامه لا يطلع عليها الا هو والاجهزه المعنيه، ومش كل الاجهزه يعني بيبقى عدد قليل جدا من داخل كل جهاز اللي بيبقى فيه عندهم اطلاع كامل بهذه الحقائق بهذه الامور وما الى ذلك، فبيبقى حمل كبير عند التفكير في اتخاذ القرار قبل اتخاذه. خليني الأول أشكرك سيادة اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الشيوخ، وطبعا يعني شهادة اعتز بيها يعني أنه أسنيت على مقدمتي يا فندم، ألف شكر. طيب هنا خليني كمان أتكلم على المكاسب الحزبية، يعني ما الذي قد تفوز به الأحزاب من وراء هذا الاستحقاق الدستوري، هذا العمل الانتخابي، الانتخابات الرئاسية. معانا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ المصري وطبعا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا بك يا أستاذ عماد. أهلا بك يا أستاذ يوسف، تحياتي ليك ولكل السادة المشاهدين. بنبسط قوي لما بتأستذني، بحس ان انا كبرت كده في السن. يا رب يخليك. ربنا يديك الصحه والعافيه. ربنا يخلي حضرتك استاذ عماد. استاذ عماد، يعني انا يمكن شويه مهتم بانه من وجهه نظري، صححني لو انا غلطان، في مكاسب حقيقيه تقدر تحصل عليها الاحزاب ايا كان توجهها وايا كانت ايديولوجيتها من وراء الانتخابات الرئاسيه. طبعا في حاجات كثيره جدا اذا احسن استغلالها من قبل هذه الاحزاب. حلو. ده العنوان العريض، التفاصيل ببساطة شديدة جدا، ان هذه يمكن من المرات القليلة او مش القليلة بس الواضحة اللي هي الانتخابات فيها ثلاث رؤساء احزاب هم اللي بيتنافسوا. الاشارة لهذا الامر بتقول بوضوح ان المنافسة في الاساس عبر الاوعية الحزبية عبر الاحزاب، وبالتالي من حق الاحزاب ان تنافس، ان تحشد، ان تنزل. الاحزاب كانت تشكو في سنوات طويلة جدا حتى ربما منذ بدء التجربة الحزبية في 1976 أيام كانت المنابر الثلاثة اللي اتقلبت إلى ثلاث أحزاب، وبداية التجربة الحزبية في 77، إن دلوقتي إن أنت اللي إخواننا اللي عايز يشتغل الأحزاب يجي يشتغل وينزل الشارع ويعمل ندوات ويعمل مؤتمرات. فبالتالي هي إشارة واضحة لا لبس فيها إن الأحزاب هي الطريق للممارسة السياسية، وفيها جزء اعتراف من الدولة المصرية كلها بدعم الأحزاب. وده بغض النظر بالمناسبة حول حال هذه الأحزاب الذي لا يخفى على كثيرين، الحياة الحزبية في مصر كانت بعافية حبتين لأسباب يطول شرحها، لكن النهاردة فيه طريق مفتوح لهذه الأحزاب أنها تشتغل
مش اشتغل بس بالمناسبه في العمل الخيري ان يتوزع بطاطين ومساعدات، ودي ده شيء مهم، لكن الاساس وهو في عمل الاحزاب انها تشتغل في السياسه، ان هي يبقى عندها برامج تنزل للجماهير تبلغ، يعني تقول للجماهير هذه برامجنا، تعالوا يعني انضموا لينا، احضروا ندواتنا، صوتوا لينا في كل انواع الانتخابات. وبالتالي دي فرصه ذهبيه لهذه الاحزاب الان وفي المستقبل ان هي تبتدي تشتغل بجد، ما تشتغلش فقط اثناء الانتخابات، لانه ده مرض مصري مزمن ان احنا في فوره وفي اثناء الانتخابات فقط لا غير، ثم تعود الى الثبات الطبيعي. وبالتالي الكره في ملعب كل الاحزاب اولا، وفي ملعب الحكومه ايضا انها تدعم الاحزاب، لانه القاعده يا اخي يوسف اللي معروفه كلما نشطت الاحزاب المدنيه حتى لو كانت مختلفه مع الحكومه، والطبيعي ان تختلف مع الحكومه، كلما قل فرص الطيور الظلام. طبعا محدش يقدر ينط من الشباك كما حدث في اكثر من مره. الاحزاب المدنيه دعمها وتشجيعها والجمعيات المجتمع المدني هي افضل مضاد حيوي ضد كل امراض وفيروسات التطرف والارهاب. طيب استاذ عماد، يعني انا هقفز بالزمن للامام لحد سنه 26، يعني يبقى انه في برلمان جديد بغرفتيه بنواب جدد او النواب من اللي موجودين هيكملوا، الله اعلم، لكن في النهايه في انتخابات هتحصل برضو للبرلمان، هيبقى في عندي فصل تشريعي جديد بدايه من عام 2026. تشوف انه الأحزاب إن أحسنت استغلال الوضع القائم والفرصة أو الفرص المتاحة زي ما وصفتها، هقدر أشوف المزيد من التنوع الأيديولوجي جوه البرلمان؟ هقدر أشوف زي ما بنشوف في إنجلترا كده إنه والله ده في مجموعة من المؤيدين للحكومة اللي خدت الأغلبية وشكلت، أو الحزب اللي خد الأغلبية وشكل حكومته، وإنه المعارضة بتشكل ما يطلق عليه هناك حكومة الظل؟ هقدر أشوف المشاهد دي تفتكر في 26؟ دعنا نأمل ونحلم انه بمقدار ما يعني تشتغل الاحزاب بمقدار ما القدره على تحقيق ده، اولا بالطبيعي ان المفروض يحصل ده، نمره واحد. نمره اثنين، مش بس 26، الطبيعي لو ان هناك احزاب بتفكر بجديه تبتدي تفكر في انتخابات الرئاسه سنه 30، مش بس في انتخابات يعني اظن انه الطبيعي ان انا ببتدي اعد كوادر من دلوقتي، حاجات التنظيميه، الماكينه التنظيميه للاحزاب انا ما اعرفش يعني مدى وجودها، انا اشك انها موجوده بكثره الا قليله. وبالتالي من الانفس على المفترض عندنا انتخابات في غايه الاهميه، انتخابات محليه، القانون المحليات يفترض انه يطلع، وده احد اهم توصيات الحوار الوطني، وبالتالي هيكون في انتخابات محليه. الانتخابات المحليه دي عايز اقول لحضرتك محتاجة اظن 60,000 مرشح يدخلوا، يعني لو احنا قلنا في ثلاث قوى سياسيه، ثلاثه في 60 ب 180,000 شخص المفروض يكونوا كوادر موجودين عندك على الاقل ينزلوا الانتخابات. هل الاحزاب المصريه كلها المؤيده والمعارضه عندها هذه الكوادر الاساسيه اللي تقدر تنزل انتخابات محليه وبالتالي تقدر يعني يتم تصعيدها بحيث ان هي تبقى فيما بعد مرشحين في مجالس النواب او الشيوخ او كوادر في مناصب تنفيذيه؟ ده نمره واحد. نمره اثنين، هيبقى عندك الانتخابات النيابيه بشقيها النواب والشيوخ. دي كلها هواجس، المهم انه الاحزاب تاخذ الامور بجديه. العمل الحزب عندنا فيه مشاكل، فيه تحديات، وفي نوايا، بعض النوايا الطيبه. عايزين نهجر الصوره الغريبه جدا اللي البعض بيعتقد انه بينضم الى حزب من الاحزاب حتى يحصل على منفعه. الاحزاب ليست طريقا للمنافع الماديه، الاحزاب قد تكون وسيله للمنافع السياسيه، بمعنى ان انا مؤمن ببرنامج معين بنضم ليه، بدفع اشتراك، بحضر ندوات، بروح اصوت ليه في انتخابات مختلفه. ده الطبيعي، لكن ان انا النهارده اخش الحزب ده وبكره ادخل انتقل منه يعني بسهولة شديدة جدا ما بين أقصى اليمين لأقصى اليسار، هذا لا يحدث في بلدان كثيرة. الأحزاب لابد أن تأخذ الأمور بجدية شديدة عشان يبقى في حياة سياسية حقيقية. صحيح، أنا بشكرك جدا 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 يا أستاذ عماد، كل الشكر للكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. الهلال الأحمر المصري يا سادة مؤسسة
تعمل بمعايير وبآليات فعلا ما تقلش عن أي مؤسسة عالمية تعمل بهذا المجال ولأجل هذه الأهداف. الهلال الأحمر الحقيقة بتاريخه الطويل كده، بس يمكن الأحداث بتخليك تلقي الضوء أو الأحداث بتنور لك حاجات كتير زي ما حصل كده في الوضع الحالي. يعني الحدث الأبرز على الساحة العالمية هو الحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهتلاقيني حتى وأنا بكلمك بقولك الأراضي الفلسطينية المحتلة مش بس في القطاع، لأنه وحشية الاحتلال خرجت بره القطاع غزة، وحشية الاحتلال شغالة في كل حتة. يعني وأنا بكلمك هو لسه بيبني مستوطنات في القدس، وأنا بكلمك هو أنت بتحارب ولا بتبني مستوطنات ولا أنت عايز تزود اشتعال الأزمة؟ عشان كده دايما بيقولك هي حكومة الحقيقة في كل الأحوال ساقطة ساقطة ساقطة، ماشية ماشية، مفيش حكمة على الإطلاق على الإطلاق. الحكومة دي ماشية ماشية، الحكومة بتزود أمد الحرب بس عشان تفضل موجودة وتجد لنفسها منفذ للخروج الآمن. ليس إلا، أرجع بيك على الهلال الأحمر. الهلال الأحمر بدوره العظيم أدى إلى أنه السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس بتتوجه بالشكر والتقدير لمؤسسة الهلال الأحمر. أستأذنكم هنشوف تقرير عن زيارة سيدة انتصار السيسي لمقر الهلال الأحمر، وبعد هذا التقرير أستأذنكم نطلع فاصل وهنكمل الكلام. بداية الحرب على القطاع وأنا شايفة إن إحنا بناخد خطوات إيجابية ممتازة، وكمان الواحد سعيد إن أنا شايفة إن معظم الشباب عندهم حماس وقد إيه إن هم حابين إن هم يساعدوا في كل حاجة وبدون مقابل، ودي حاجة طبعا تفرحنا بشبابنا. فنأمل إن شاء الله كلنا مع بعض نتكاتف ونقدر نحقق لشعب فلسطين ولو بسمة للي إحنا بنقدر نعمله. صباح الخير. ده هايجين، ده المفروض بيبقى شنط صحية شخصية. في الغالب احنا عندنا اغلب الحاجات اللي بنبعتها بتبقى معلبة جاهزة على الأكل، واللي مش جاهز على الأكل في الغالب هو بيبقى سريع التحضير. كل الحاجات اللي موجودة هي جزء صغير جدا، في حاجات كتير بتتبعت، ملابس، أغطية. يعني بصراحة أنا كل حماس إن أنا يعني نعمل حاجة كده كلنا مع بعض، لأن أنتوا طبعاً يعني بصراحة بتعملوا عمل عظيم، وده يعتبر يعني من أسمى الأعمال الإنسانية اللي في الدنيا، وخصوصاً إن أنتوا بتعملوا كده بدون مقابل. المنتج المصري، يعني الواحد لازم لما يمسك المنتج المصري يفتخر بيه ان بلادنا بتعمل حاجة طيبة. والله انا بودي ان انا اقعد اليوم كله ونقوم بالعمل ده كلنا مع بعض. الف شكر، ربنا يجازيكم خير ان شاء الله. أسعدتوني، إن شاء الله ربنا هيجازيكم خير، وإن شاء الله ربنا يوفقكم جميعا، ودايما متوفقين ودايما بتحبوا بلدكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم، عاملين إيه؟ أعزائي المشاهدين، ده المقدمة الكلاسيكية دي، أعزائي المشاهدين، أي حد يقولك إن الدنيا سواد واللي جاي أسود منه ما تصدقش.
احد يقول لك ان اللي فات حماده واللي جاي حماده ما تصدقش، احد يقول لك اشتري مني وخد مني واديني بقول لك وخليك فاكر وهتعدي الايام وهيطلع كلامي صح بعد اذنك ما تصدقش. كل ما هو متعلق بضبابيه المشهد او لا قدر الله سواد المشهد السياسي المصري كذب، كذب مطلق. لا الدنيا سواد واللي جاي سواد، ولا اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني، ولا أنا طب أنا هقولك بقى العكس، لو سمحت احسبها عليا، اللي جاي أفضل بكتير. ده كلامي؟ لا، ده كلام مديرة صندوق النقد الدولي بنفسها هي اللي بتقول، مديرة صندوق النقد الدولي. لما حد بيحب يتشعبط في كلمتين سلبيتين يقولك بص ده صندوق النقد الدولي قال، الحق ده صندوق النقد الدولي معصلك، الحق ده صندوق النقد الدولي بيتراجع. مش في ناس بتقول الكلمتين دول؟ انا بقولك كذب، كذب. مديرة صندوق النقد الدولي بلسانها تشيد بمصر وقدراتها على المساهمة في حل الوضع الرهيب الذي يعيشه الجوار، مدير الصندوق الدولي بتشيد بالدور الاقتصادي أو الوضع الاقتصادي والخطوات الاقتصادية المصرية. قالت الكلام ده فين؟ قالت الكلام ده على سكاي نيوز. عايز تشوف وتسمع؟ اتفضل يا فندم. Excellent discussion with President Sisi. That was a chance for me to also express the gratitude of the world to Egypt for being this sound, stable country, and also for the help in the terrible situation that is now experienced right there in the neighborhood. Egypt is surrounded by countries in trouble, from Sudan to Libya, to, of course, Gaza. And that role of Egypt, of course, is only possible with a strong economy. I have expressed also our respect for all the steps Egypt has taken. And Egypt has done a lot on the reform front in terms of creating better environment for private sector investment. الخواجة ست، الخواجة اللي قاعدة قدام حضرتك اللي هي مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بدور مصر القوي والصامد، ده واحد. اتنين، تشيد بالدور المصري في حل هذا الوضع الرهيب على حد منطقها. يعني لا مصر دورها ضعيف، ولا مصر دورها هامشي ولا جانبي، ولا مصر دورها رئيسي. ده كلام الست دي مديرة صندوق النقد الدولي. حلو، تيجي تقول لي طب والجانب الاقتصادي يا يوسف، اقول لك اصبر، ما الست كملت كلامها، قالت ولم تكن مصر لتستطيع ان تقوم بذلك لولا اقتصادها القوي. تعرف يعني ايه كلمه لولا اقتصادها القوي؟ هي عقبت او كملت كلامها بعد كده وقالت انه مصر قامت بالكثير من الاصلاحات الاقتصاديه اللي من شانها انها تعظم الدور المصري. ده الكلام اللي قالته واللي حضرتك سمعته واللي شفت الترجمه بتاعته قدامك على الشاشه، ما عنديش مشكله اسمعه لك تاني واوريه لك مره واثنين وثلاثه وعشر. دي مديره صندوق النقد الدولي. طيب يعني ايه اقتصادها القوي؟ ما دي كلمه مهمه جدا. الاقتصاد القوي معناه إن الوضع مش أسود. واحدة بتقول إن مصر اقتصادها قوي، لم تكن مصر لتستطيع أن تلعب هذا الدور، لأن قالت لك مصر دولة قوية مستقرة صامدة في ظل هذا الوضع الرهيب، مصر محاطة بأحداث وبوضع غير جيد على حدودها كلها، ده كلامها، وذكرت حتى الوضع الموجود في حاليا في السودان، ده كلامها. وانه مصر بتلعب دور مهم جدا في هذه في حل هذه الاوضاع، وانه لم تكن لتقوم بهذا الدور لولا الاقتصاد القوي. الاقتصاد القوي معناه انه الوضع مش اسود ولا حاجه، ولا ان اللي جاي اسود منه، ولا ان اللي فات حماده واللي جاي حماده. لا، كلمه اقتصاد قوي عكس كل الكلام ده. هتيجي تقول لي بس يا يوسف سعر العمله، بس يا يوسف سعر بتاع، اجي اقول لك انا والله 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 مضربات،
وشائعات طول الوقت تؤدي إلى اشتعال الأسواق. شوف يا باشا، جماعة بتوع البورصة عارفين جملة لطيفة كده، يقولك اشتري على الإشاعة بيع على الخبر. اضرب إشاعة زي ما يطلع، انت عايز تضرب الإشاعة يقولك مثلا ايه، السهم ده طاير في السماء، السهم ده واقع. السهم واقع إشاعة، الناس هتبيع، السهم يفضل يقع طول الوقت، في واحد تاني قاعد مستفيد يروح جاي يشتري السهم على رخيص. السهم طالع في السماء، الناس تجري بسرعة تروح تشتري. إيه اللي يحصل؟ في واحد قاعد عمال سعيد جدا لأنه عنده أسهم كتير في الشركة الفلانية في المجموعة العلانية، فهو مستفيد جدا من زيادات الأسعار بتاعت السهم. السهم يوصل للبيك بتاعه، يبدأ هو يروح بايع، تلاقي السهم راح واقع مرة تانية، أو يبدأ ينزل وبعدين يستقر على رقم. مين اللي استفاد؟ الشخص اللي أطلق الإشاعة. الشخص اللي أطلق الإشاعة، أو الأشخاص، أو المجموعة، أو المنتفعين. في النهاية هناك ناس تنتفع من وراء إطلاق هذه الشائعات. فيجي يقول لك الدولار عمال بيزيد، مين اللي بيستفيد من ده؟ على طول تجار العملة والسوق السوداء. مين اللي بيستفيد من ده؟ أي تاجر ما عندوش ضمير عاوز يرفع الأسعار بتاعت أي سلعة في إيده، من أول حاجة بتاكلها لحد العربية لحد أجهزة منزلية لحد العقارات لحد كله. ولا بس الدولار زاد. طيب حتى نفسر كلام مديرة صندوق النقد الدولي ونسقطه على الواقع الحالي، نرجع لمين؟ نرجع لخبراء الاقتصاد. خليني اخد معايا على التليفون خبير الاقتصادي البارز دكتور محمد شادي. اهلا بيك يا دكتور محمد. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. طيب انا يمكن كنت دلوقتي لسه حالا بتكلم على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، وكان في حوار اجرته عبر قناة سكاي نيوز، وكست اتكلمت على الاقتصاد المصري وقوته واستقراره وصموده، وانه لولا هذا الاقتصاد ما كانت مصر استطاعت ان تلعب هذا الدور الكبير في المنطقة ولا في حل الازمة الفلسطينية. بس ده هيخليني اسأل، ايه مدى قوة الاقتصاد المصري؟ هل اللي جاي سواد؟ هل اللي جاي حمادة تاني؟ يعني معلش دي التعبيرات اللي الناس بتستخدمها يعني ايه في البيوت وعلى المقاهي وما فيما بينهم البعض، وهي تعبيرات غير اقتصادية، ولكن انت فاهمني يعني. انا بس قبل ما اجاوب عندي بس سياقين عاوز اوضحهم علشان نفهم يعني الكلام بتاع من حوالي اسبوع واحد كان في تصريحات لمسؤول مصري يعني هو رفيع المستوى، قال عدد كبير جدا من الاعلاميين انه مفيش تعويم لا قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات. حصل. والكلام دوت اتعمم بشكل واسع جدا على عدد كبير جدا من القنوات، وكان الكلام قاطع تماما وانهى الجدل في هذا الملف على المستوى الرسمي، مالناش دعوه بالمستوى الشعبي دلوقتي. على المستوى الرسمي الكلام انتهى تماما. الكلام دوت هو مربط الفرس في الخلاف ما بين مصر والصندوق. وبالتالي رد الصندوق على هذا الكلام المفروض كان يبقى عنيف للغايه، لانه الصندوق واحده من متطلباته لسرق الشرايح الجايه اللي متوقف عليها المراجعات دلوقتي هو نقطه تحرير كامل او مرن لسعر السطح. حلو الكلام؟ حلو. هذا الكلام قيل وكل القنوات المصرية نقلته، وبعدين جه بعده مقابلة مدير صندوق النقد وقالت نصا الكلام اللي حضرتك بتقول. جميل. احنا في انتظار مراجعة للصندوق. اخبار حضرتك ان احنا كنا في نفس البرنامج دوت في نفس التليفون دوت قلنا قبل كده انه صندوق النقد بيعاني ضغوط كبيرة جدا. صندوق مش مصر بيعاني ضغوط كبيرة جدا دفعته دفعا لانه يعقد صفقات ضخمة جدا غير مسبوقة مع باكستان والارجنتين رغم ان ظروفها الاقتصادية صعبة للغاية. الناس وقتها ما كانتش مصدقة الكلام دوت وقالوا يعني قلنا ان احنا على وشك ان احنا نشوف صرف الشركتين المتأخرتين مع كمان زيادة للقرض بتاع الصندوق او البرنامج بتاع الصندوق. احنا دلوقتي مع الاشارات الجديده اللي صدرت من الصندوق باكد لحضرتك ان احنا اقرب ما يكون لهذا الوضع. صرف الشريحتين المتاخرتين
بالاضافه الى رفع قيمه القرض وزيادته، لدرجه ان انا بكلم حضرتك دلوقتي احنا كنا حتى كده بنتكلم على مليار و6 من 10 مليار زياده، احنا بنتكلم دلوقتي على ان قيمه القرض هترتفع ل 6 مليار دولار بدل 3 مليار دولار. وبالتالي احنا قدام مرحله جديده. الكلام ده محصلته ايه؟ محصلته انه حاجتين، الحاجه الاولى انه اداره الصندوق اقتنعت لدرجه يعني كبيره للغايه بانه الاداره المصريه هي الاعرب والاوثق في معلوماتها والاصدق في قراراتها في مجال الاصلاح الاقتصادي، لانه الوضع الاجتماعي المصري الاعرب به هي الاداره المصريه. وزي ما حضرتك عارف الاداره المصريه انحازت تماما في النقطه اللي احنا موجودين فيها دي، لا للجانب الاجتماعي، الجانب الاجتماعي بعيد عن الجانب الاقتصادي، وهو قرار صحيح يرفع الوضع الاقتصادي بحت. يعني اني ما زلت ارى انه التحرير هو الافضل للاقتصاد المصري على المستوى الاقتصادي، الا انه الوضع الكلي اللي بتشوفه الاداره واللي مفضله بناء عليه الجانب الاجتماعي على الجانب الاقتصادي في الوقت الحالي هو نفس الراي اللي اقتنعت بيه اداره الصندوق واشادت بيه النهارده، وقالت ان الاقتصاد المصري هيكمل في الطريق ده والاقتصاد المصري قوي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الصندوق ايقن بشكل لا يدع مجال للشك ان مصر محافظه على برنامج رغم الخطوات اللي اتعهد، يعني مصر كانت متعهد. دكتور محمد الخط قطع، خليك معايا والنبي عشان الحته دي مهمه جدا، فارجوك اقف في حته فيها شبكه. انت بتقول كلام غايه في الاهميه، غايه في الاهميه. هل كده بقى افضل؟ اه كده احسن. طيب الجزء اللي انا كنت بتكلم فيه والخط قطع فيه انه اداره الصندوق ايقنت تماما ان الاداره المصريه ملتزمه تماما ببرنامج الاصلاح الاقتصادي بتاعها، وان هي مش هتتخلى عنه زي ما حصل كده من الادارات المصريه السابقه. لا، مصر ملتزمه تماما رغم في اتخاذ التاخر عليها ان تشارك مش ادم الداخل، عكس كل المرات السابقه في حاله الادارات القديمه كان اللي بيحصل ان الاداره المصريه بتتراضى عن برنامج الاصلاح اللي اتاخدت بيه او اللي اتعهدت بيه. المره دي هو العكس، مصر ملتزمه للغايه لكن بيئه الاقتصاد العالمي بتتغير، وبالتالي مصر بتحاول تتكيف مع هذا الوضع. الصندوق في ضوء المتغيرات اللي قلت لحضرتك عليهم الاثنين، المتغير الثالث بقى اهم، ان البيئه الاقليميه المحيطه بمصر قد تاثر على مصر بشكل قوي جدا، لكن الاقتصاد المصري في ظل هذه البيئه ما زال واقف، ما زال بيحقق معدلات نمو فوق ال 5%، يعني بيجذب استثمار اجنبي مباشر ضخم جهد السياح، زي التدفقات النقد الاجنبي كلها الخمسه كلهم بيزيدوا ما عدا تحولات المصريين في الخارج، ملتزم ببرنامج الانفاق على البنيه التحتيه، ما زال ملتزم ببرنامج الانفاق على الصحه، ما زال ملتزم ببرنامج الانفاق على التعليم. يعني البرامج قصيره الاجل وطويله الاجل اللي شغال فيها بينجز فيها بالكامل، وبالتالي الاداره بتاعت صندوق النقد الدولي اقتنعت تماما بوجهه النظر المصريه اللي كانت عندها خلاف معاه. وعلشان كده رغم اعلان المصدر المسؤول رفيع المستوى اللي صرح للقرارات المصريه كلها انه مفيش تعويل، مدير صندوق النقد انا بقول لحضرتك ان احنا هنشوف ان شاء الله قبل اخر الشهر دوت او يمكن قبل اخر الشهر الجاي بالكثير جدا صرف للشركتين وتعديل الاتفاق، لانه الاداره المصريه اثبتت ان هي الادرى وان هي الاعرف وان هي خطواتها كلها في تطوير المد للاصلاح مش الاتجاه اللي دلوقتي يحقق اللي كان مطلوب من مصر، يعني او اللي مصر التزمت بيه، لكن ياثر على قوه الاقتصاد المصري وشرطه. وبالتالي طيب يعني علشان قبل ما اخش في بالتالي، اذا بترى انه بنهاية الشهر ديسمبر بالكتير نهاية يناير هيتم صرف الشريحتين اللي كنا مستنيينهم زائد تعديل الاتفاق ليرتفع الرقم إلى ما يقترب من 6 مليار، صح كده؟ أعتقد كده وبشدة. إن أنا بقول لحضرتك إن إحنا على وشك إن إحنا يعني نشوف تعديل كامل للمدايات الصرف، واعتقد كمان ان احنا على وشك تعديل تام في البرنامج كله
بما يفيد النهج المصري الحالي. وانا علشان كده بقول لحضرتك ان الاتجاهين واخديننا لبعض. طول حضرتك لسه حالا بالتالي ايه بقى الاتجاهين واخديننا لبعض. المصدر المصري المسؤول رفيع المستوى اللي صرح بناء على معرفه باتجاه صندوق النقد الدولي ومديره صندوق النقد اللي صرحت التصريحات دي صرحت بناء على معرفه باتجاه الاداره المصريه. علشان كده انا بقول لحضرتك ان احنا قدام اتفاق ينهي الجدل وينهي اختطاف السوق المصري واختطاف سعر الصرف المصري تحت تهديد التعويم القادم. المفروض دلوقتي السوق المصري كله بناء على هذا التواتر من الاخبار الجيده للغايه وهذا التاكيد الشديد من كل اطراف العمليه اللي بتدير الموضوع يبدا يستقر ويبدا يوقن تماما انه مفيش تحرير جاي، وانه اذا كان مفيش تحرير جاي او مفيش تعويمه ثانيه جايه زي ما بيقولوا ده معناه انه اللي هيحصل مش ان السعر الرسمي هيطلع لسعر السوق السوداء، اللي هيحصل هو العكس ان سعر السوق السوداء هو اللي هينزل للسعر الرسمي. نبدا نفهم دوت، نبدا نتاكد ان ده هيحصل لانه احنا عندنا سعرين وفي نفس الوقت لازم السوق السوداء ينتهي. ايه اللي هيحصل حضرتك؟ حاجه من الاثنين لازم تحصل عشان السوق ينتهي، يا اما السعر الرسمي يطلع للسعر بتاع السوق السوداء يا اما السوق السوداء تنزل للسعر الرسمي. احنا كده اخذنا تاكيدات ان السعر بتاع السوق السوداء مش هيطلع، يبقى ايه اصل السعر بتاع السعر الرسمي مش هيطلع، يبقى ايه اللي هيحصل؟ ايه؟ سعر السوق السوداء ينزل. هيبقى عندنا انخفاض لسعر السوق السوداء. انا بقول لحضرتك في ضوء هذا السياق في ضوء السياق الكامل دوت والمتغيرات الكامله دي انا اعتقد ان احنا هنبدا نشوف اتجاه للانخفاض في وقت قريب للغايه، لكن انا فعلا ما عنديش توقع، ما حدش قادر يتوقع في ظل عدم اليقين اللي محاوط الموضوع كله، لكن التواتر اللي حاصل ده بيقول ان احنا قدام انفراجه وشيكه لموضوع سعر الصرف دوت، يعني تكاد ان هي تقربنا يعني لدرجه كبيره جدا من السعرين لبعض او تكاد تنهي المشكله على بعضها كلها ان شاء الله. طيب يعني الشيء بالشيء يذكر، انا من مارس اللي فات لحد ديسمبر ده اقدر ادعي ان انا قريت تقريبا كل التقارير اللي بتحلل سعر صرف الجنيه قدام الدولار الامريكي، وبتكلم هنا على تقارير زي تقارير سوسيتي جنرال، زي تقارير جي بي مورجان، زي تقارير سيتي جروب الى اخره. كل التقارير بتحلل انه السعر الفعلي، بس ده اللي انا محتاج افهمه منك وتشرحه لي، ان السعر الفعلي للجنيه قدام الدولار هو بيلعب ما بين ال 24.5 لحد 28.29، وهم كل التقارير بتقول انه السعر اللي موجود في السوق الموازيه في الداخل المصري سعر غير حقيقي على الاطلاق وانما تلاعبات ومضاربات ليس الا. صحيح. انا محتاج افهم اللي حضرتك بتتكلم عنه هو السعر العادل، السعر العادل للجنيه المصري طبقا للاداء الاقتصادي. احنا عندنا، انا بكلم حضرتك دلوقتي مش عندنا سعرين صرف، احنا عندنا يعني مش سعرين للدولار، احنا عندنا 6 اسعار للدولار. ناس كتير جدا بتقيم، انا بقول لحضرتك اكتر من 6 كمان. احنا ناس بتقيم الدولار على سعر الذهب، وناس بتقيم الدولار على سعر سهم سي اي بي، وناس بتقيم الدولار على سعر الاس دي اس الاس دي سي، وعدد كبير جدا من التقييمات. كل سوق من دول منفصل عن السوق الاخرى وما بيسمعش فيها، وبينه وبين السوق الثانيه فرق كبير جدا، لكن الاسواق دي كلها بتتصارع على عدد منخفض من الدولارات الموجود في السوق المصري، وده اللي عامل المشكله. ده معناه ايه؟ تخيل حضرتك كده دلوقتي لو حضرتك الذهب، انت مستعد تدفع جنيهات كتير علشان تاخد الدولار بحيث انه انت بتكسب كتير في سوق الذهب. المشكله ان الدولارات قليله في السوق المصري. ايه اللي مقلل الدولارات؟ ان احنا كان عندنا خروج بشكل مكثف وكبير للغايه من الاموال الساخنه. في نفس الوقت ان احنا عندنا ارتفاع في اسعار الفايده. انا بقول لحضرتك هو من دلوقتي حالا ان احنا الشهر اللي فات بدانا نشوف عوده للاموال الساخنه للاقتصاد المصري، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا من اول السنه اللي جايه، انا النهارده لسه حالا قبل ما اكلم حضرتك كنت بقرا مقاله على بلومبرج بتقول ان احنا خلاص الفدرال الامريكي على وشك الاتجاه الى اول خفض اسعار الفايده في الاقتصاد الامريكي، وبالتالي الاتجاهين اللي كانوا مش مواتين هيبداوا يواتوا،
وعلشان كده بقول لحضرتك عندنا سياق كامل من الاحداث بتقول ان احنا على وشك هذا الخط. ايه اللي عامل الفرق في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الموضوع بشكل كبير جدا؟ اول حاجه نضرب الدولار المعروض في سوق مصر بشكل واضح، الدولار المعروض قليل، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا طلب كبير جدا من تجار كتير جدا على دولار مش موجود بيحققوا مكاسب بيه. ثالث حاجه بقى والحاجه واللي حضرتك قلتها هي المضاربات بشكل كبير جدا على سعر الدولار بسبب انخفاض المعروض منه. اذا توفر الدولار بشكل كبير عن طريق عوده الاموال الساخنه وعن طريق انخفاض اسعار الفايده، انا بقول لحضرتك ان احنا هنبدا نشوف فورا في ظل السياق اللي احنا بنتكلم فيه دوت انخفاض لسعر دولار السوق السوداء ليصل الى سعر البنك بالتدريج. هايل جدا، انا بشكرك جدا 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 دكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي. يعني بصوا الكلام اللي قاله الدكتور محمد شادي ده مش هزار، يعني ده انا اظنه لازم يغرق السوشيال ميديا وانا بتكلم دلوقتي. يعني بناخد المقاطع ونعنونها ونحطها ومش عارف ايه، لان لازم الناس تعرف. الناس للاسف الشديد تم تغذيه اذهانها، خد بالك، تغذيه اذهانها مما اثر على سلوكها الاقتصادي بقالنا سنه، تغذيه سلبيه بامتياز، تغذيه سلبيه بامتياز. تم تغذيه اذهان الناس بسعر دولار هيحصل والدنيا بتنهار والاقتصاد بينهار والسواد، ويا ترى هنعمل ايه، واحنا عاوزين رحمه ربنا، وفاضل بقى رحمتك المشهد بتاع الابيض واسود ده. ارجوها لا خالص، لا احنا محتاجين عصا موسى ولا محتاجين معجزة إلهية، ربنا سبحانه وتعالى موجود ومطلع وعارف وشايف وسايب الاقتصاد للناس. الكلام بتاع الدكتور محمد شادي ده احنا مش بس ماشيين صح، ده احنا ماشيين صح الصح. هو كلام دكتور محمد شادي بقى يوصف المحللين المصريين أصلهم، يعني الحقيقة ومديرة صندوق النقد الدولي جاء تهزر برضو، يا سلام. وبعدين ده يا ريتها طلعت عندنا، طلعت في سكاي نيوز، قالت الكلام ده في سكاي نيوز. مشكورين بالمناسبة جدا على هذا الحوار وعلى أمانة الطرح. خلي بالك الطرح هنا بيجي في طريقة السؤال، السؤال لازم يبقى أمين. دي كان اسمها أمانة الطرح الصحفي، أمانة السؤال، المسؤولية وأنا بسأل، والمسؤولية وأنا بسمع. فالست قالت من موقع مسؤوليتها، يعني مدير صندوق النقد الدولي بتتحدث من موقع مسؤوليتها. هذه السيدة لا تطلق تصريحات على عواهنها. خد بالك دكتور محمد شادي قال جملة مهمة جدا، قال لك مورست ضغوط كثيرة جدا ومهولة جدا على الصندوق علشان يمول باكستان ويمول الأرجنتين. أمول باكستان ومول الأرجنتين، يعني مول اللي يموله بقى. تمويل باكستان والأرجنتين أأمن من تمويل أنا؟ إزاي؟ أنا بهنا لا ماليش دعوة باقتصاديات دول تانية، أنا مش هعمل زي ما بلوم على حد خالص، لكن على أقل التقديرات وبأفضل أنواع المصطلحات، لا ده أنا اقتصاد أجمد بكتير قوي 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 قوي. أنا محقق معدلات نمو زي ما قال دكتور محمد شادي فوق 5%. دول دي يا جماعة مش زيي خالص خالص، بعيد عني خالص يعني. الله، ومين اللي بيمارس الضغوط دي؟ يعني مين اللي بيقعد يضغط على الصندوق علشان يمول اقتصاد الباكستاني أو يمول الاقتصاد الأرجنتيني وأنا لأ؟ دور بقى، فتش، عارف انت المثل الفرنسي، فتش عن المرأة. هنا مش فتش عن المرأة، فتش مين اللي ليه مصلحة. ما هو في حد ليه مصلحة، في حد ليه مصلحة انه يقولك الدولار ده ب50 ب55 ب60 وهيوصل ل70 ويمكن 100. ما حد ليه مصلحة،
حد ليه مصلحة انه يبقى سعر الجنيه قدام سلة العملات منخفض؟ حد ليه مصلحة؟ في حد عاوز يشتري مني حاجة بسعر بخس؟ ما اظنش في حد عاوز مني كده يعني، الا لو فيه، ده موضوع تاني بقى. ده كلام صندوق النقد، مديرة صندوق النقد، ده كلام واحد من ابرز الخبراء الاقتصاديين الدكتور محمد شادي. طيب تعالى ننتقل لموضوع تاني، وهذا الموضوع الحقيقة لافت جدا للنظر. انتوا عارفين احنا في الكورونا يا جماعة كنا بدأنا قصة كده متعلقة بالتعليم اونلاين، يعني كل اللي عنده عيال في المدارس كان بالتأكيد مطلع على تجربة حصص الاونلاين عبر زوم وعبر تيمز وعبر مش عارف ايه وحاجات كتير كده، وفي ابليكيشنز نشأت وفي ابليكيشنز ما كانش حد واخد باله منها كبرت، وفي ابليكيشنز جديدة خالص ظهرت وما الى ذلك، وبقينا بنشوف عيالنا قاعدين لابسين طبعا من فوق لبس مهندم ولطيف وظريف، وغير كده تلاقيه قاعد بالبيجامة بقى، لابس بنطلون بيجامة تحت وحاجات زي كده وشورت النوم والجو ده. والولاد كانوا بيدرسوا وبيتعلموا وما الى ذلك الحصص المدرسية العادية جدا اونلاين. الاقي ان في تجربة دلوقتي مدرسة كلها على بعضها اونلاين. طب بتعلم مين؟ بتعلم ولادنا اللي في فلسطين، تحديدا في غزة بفلسطين المحتلة. مين عمل المدرسة؟ مصريين. أستاذ تامر أنور المعلم والمؤسس لمبادرة تعليم أطفال غزة، أهلا بيك يا أستاذ تامر. أهلا أهلا أستاذ يوسف، إزي حضرتك يا فندم؟ إيه الأفكار النيرة دي؟ ربنا يسعدك يا رب. أفكار نيرة وإنسانية وكبيرة ومحترمة وفاعلة حقيقي يعني. متشكر يا فندم والله، وشكرا على المقدمة الجميلة. لا ده أنا اللي بشكره، ما برضه يعني الواحد ما جاش على باله، واحد زي حالاتي ما يجيش على باله فكرة زي كده، أنا راجل برضه على قدي. حضرتك لا العفو يا فندم. والمؤسسين فكرتوا في ده، قولي الفكرة بدأت ازاي واختمرت ازاي، وازاي قدرت تجمع الناس علشان تعملوا ده، وهتفعلوها ازاي لأطفالنا في غزة؟ طيب هو هقول لحضرتك على احنا المشروع على ثلاث مراحل. اولا الباك جراوند بتاعتنا ان احنا من اول كوفيد واحنا شغالين المدارس الاونلاين دي للمصريين في الخارج. حلو. ونجحت معاهم بشكل كبير جدا ومستمره حتى بعد ما كوفيد خلص والناس حبوا الاونلاين وبقت ثقافه الاونلاين بدات تنتشر بشكل كبير عندنا في الوطن العربي الحمد لله. واحنا قاعدين مع بعض شفنا اللي بيحصل طبعا في غزه وعاوزين يكون لنا دور ايجابي، وطبعا احنا عارفين ان مفيش انترنت دلوقتي في غزه مستقر يعني. أيوة. فقلنا ان شاء الله باذن الله الحرب تنتهي، فلما تنتهي الحرب هيبقى في قصه اعاده اعمار غزه وما الى ذلك، فهيكون بناء المدارس امر شق وبياخد وقت كبير جدا، فلازم نجهز من دلوقتي حل بديل سريع نكون احنا جاهزين ان شاء الله اول ما تنتهي الحرب بان احنا يكون عندنا مدرسه اونلاين يتم تجهيز المنهج بالكامل فيها، بحيث ان طلاب غزه يقدروا يدخلوا بشكل فليكسبل يعني اي وقت هو عاوز يدخل يلاقي المنهج كله مشروع فيديوهات وتحت كل فيديو تقييم او اكسرسايز على اللي شافه في الفيديو، بحيث انه كمان يطبق على اللي فهمه، كل ده على منصه على بلاتفورم خاص بالمنهج الفلسطيني مجانا. وده دي المرحله اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. مجانا طبعا. مجانا طبعا. طبعا احنا كنا محتاجين جيش من المتطوعين، فاحنا اعلنا حمله على الفيسبوك وطلبنا متطوعين، فجالنا اعداد بالالاف حرفيا والله يا استاذ يوسف بالالاف، تواصلوا معانا ودخلنا وقعدنا نفلتر الناس دي على حسب الجوده، انه اشطر مدرسين اتقدموا لنا اخذناهم وبدانا نقدم المحتوى المجاني باعلى جوده لطلابنا في فلسطين. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، وقربنا ننتهي من الترم الاول من صف اول ابتدائي لحد ثالثه ثانوي، قربنا ننتهي من تسجيل المحتوى بالكامل وان شاء الله نكمل المنهج بالكامل. والمرحله الثالثه ان احنا ان شاء الله السنه الجايه باذن الله هنخرج لايف، هنشرح لهم لايف، طلابنا ان شاء الله يكون الوضع اختلف ويكونوا يقدروا يدخلوا لايف معانا بشكل منتظم، ودي المرحله الثالثه اللي نفسنا نوصل لها. طيب خلال حضرتك انا بطلب طلب يعني، معلش تحت امرك يعني حضرتك تحت امرك، يا ريت يا ريت يا ريت نقدر نوصل صوتنا للحكومه الفلسطينيه ووزاره التعليم في فلسطين. السنة دي هيكون صعب جدا على طلابنا لما ينتظموا في مدارس، والسنة الدراسية ممكن تروح عليهم، فأتمنى ان هم يتعاونوا معانا، احنا مش عارفين نوصل لهم، ان هم يعترفوا
بالدراسة الأونلاين من خلال مدارسنا بأي شكل من أشكال الضمانات والجودة والمراقبة ووضع الاختبارات من جهاتهم أي شيء. المهم أن السنة دي ما يروحش على طلابنا فرصة التعليم خلال السنة الدراسية الحالية. طيب أنا تعالى أطمنك الأول على أنه هذا البرنامج يعني حظنا الجيد جدا وبجهد يعني زملائي طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى أولا توفيقه جهد زملائي الأعزاء. هذا البرنامج يشاهد مشاهدة مش عالية الكثافة، أعتقد أنه الأكثر كثافة في الأراضي الفلسطينية كلها الحمد لله والشكر لله. وعليه أقدر أقول لك أنه بالتأكيد وإحنا بنتكلم دلوقتي فثق أنه دوائر الحكم في فلسطين يعني تشاهد وتسمع. أدي واحد. اتنين، إحنا مستعدين نشتغل لحضرتك الجسر، ابعت لنا كل البيانات كل البيانات واحنا هنبدا نتواصل مع الجانب الفلسطيني وهنعرفهم بيكم ونوصلكم على بعض. حقيقي ده احنا هنعمل ده في اقل يعني وقت ممكن بامر ربنا سبحانه وتعالى. متشكر جدا جدا لدعمكم. ده احنا اللي متشكرين، ده احنا اللي متشكرين جدا. طبعا عندي سؤال بقى، يعني لما كنتوا بتعملوا كده هل صادفكم او دورتوا انه في جهه اخرى او مؤسسه تانية او مجموعه اخرى بتحاول تعمل نفس الفكرة أو عملتها وسبقتنا مثلا؟ والله ما حصلش، يعني للأسف الشديد يعني كنت أتمنى طبعا وإلا كنا تعاوننا سوا، ما حصلش. إحنا اللي جالنا من داخل فلسطين إنهم بيشكروا ومبسوطين جدا للوضع أو اللي إحنا بنعمله، وقالوا إن الموجود حاليا ما هو إلا مجموعة فيديوهات متفرقة على يوتيوب بيعملوها المدرسين بشكل اجتهادي. أيوة. لكن إن يتم تجميع ده في شكل منهج متسلسل منتظم يدخل الطالب بيوزر نيم وباسورد ويكون فيه عليه درجات وتراكنج لمستواه والاداء والكل ده، للاسف ده ما حصلش خالص. والحمد لله ان احنا ربنا كرمنا ان احنا المنهج الفلسطيني كله موجود ديجيتال على الانترنت، وده اللي ساعدنا ان احنا نجيب المنهج الفلسطيني وندرب عليه بقى طلابنا مدرسينا المصريين. فيعني الحمد لله. انت عارف يا استاذ يوسف كان عندنا تحدي كبير جدا ان احنا المدرسين المتطوعين الشاطرين كانوا قليلين، فلقوا مجهود كبير جدا ضخم. قال لك انا متطوع هعمل 36 درس، يعني 36 فيديو 36 باوربوينت، لا احنا ما اتفقناش على كده. فعملنا ايه؟ قلنا له هنخف عنك، عملنا منحه للتدريب على عمل الباوربوينت، وتقدم للمنحه دي 1000 معلم خدناهم وعملنا لهم دوره تدريبيه لعمل الباوربوينت، فهم بيجهزوا الدروس باوربوينت ويدوها للمدرس الشاطر ده، يقول له اتفضل يا فندم عملنا لك نص الشغل، اتفضل ادخل قدام الكاميرا وصور. فالحمد لله احنا مش عاوزين الناس تتفلت مننا، عاوزين ندي الاجر لكل الناس يعني. فالحمد لله في ملحمه بتتم دلوقتي في المدرسه عندنا الحمد لله. طب ده شيء رائع. طيب طبعا عندي برضو سؤال، احنا دلوقتي مثلا بنستخدم باوربوينت صح؟ طيب هل من الممكن انه المعلمين دول بدل ما ناخد وقت في مساله التدريب وما الى ذلك؟ اظن في تولز كتير بتاعه ارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي تقدر تاخد ده وتروح محولاه باوربوينت ونسهل على نفسنا ونسرع الاجراء ولا ايه؟ بيحصل بالفعل ده، ده خلال الدوره بيتعلموا ده، ان هو ازاي تدخل زي مثلا المواقع زي جاما بتدخل لها البي دي اف تطلعه لك باوربوينت، بس برضه السنس بتاع الفيتشر لازم يفضل موجود طبعا، لان الفيتشر بيقول ايه اللي ينفع يتحط في الباوربوينت وايه اللي لا، يعتبر حش بشيله يقول المدرس احسن ما يبقاش مكتوب قدام الطالب. فاحنا برضه ايه بنحاول نستخدم الارتفيشال انتليجنس وكمان بندخل بقى السنس بتاع الفيتشر في الموضوع يعني. رائع 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 رائع، ليكم مننا كل تحية وتقدير، وبإذن الله ربنا يقدرنا ونساعدكم كل المساعدة اللي نقدر نعملها حقيقي. عايز أطلع مع حضرتك يا أستاذ يوسف إن شاء الله المرة الجاية، وأنت بتبارك لنا على الاعتماد للشهادة الفلسطينية الأونلاين بإذن الله من خلال برنامج حضرتك. بإذن الله بإذن الله، يعني إن شاء الله وقريبا والأمور تبقى أكثر هدوءا هناك عندنا في فلسطين، وإحنا هنا في مصر هنفضل طول الوقت مع أهالينا هناك. أنا بشكرك جدا يا أستاذ تامر. شكرا يا فندم. ألف شكر. شكرا لي كل الشكر أستاذ تامر أنور، معلم ومؤسس مبادرة تعليم أطفال غزة. وكل حاجة مصر يا جماعة، هو إيه اللي بيحصل؟ والله بكلمك بأمان، في ناس تقعد تقول لك ايه، هو انتوا كل حاجه هتقولوا لنا مصر 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 مصر. كان في اغنيه زمان كنت بسمعها، مصر 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 يا اطهر قلب علمتينا علمتينا الحب، عارفينها دي ولا لا؟
وبالمناسبة دي هتلاقوها حتى في الألبوم بتاع عمر خيرت زمان، عمر خيرت طبعا يعني مع كل الحب هو عارف أنا أحبه قد إيه وأقدره قد إيه. فاسمه كان وهابيات جديدة، كانت توزيعات عمر خيرت لمحمد عبد الوهاب. لا أنا قديم قوي في حكاية التذوق الموسيقى دي، سيبنا من القصة. مصر أطهر قلب، تعلم الإنسانية الحب. اللي حصل ده يا سادة، احنا بنتكلم على هذه المبادرة اللي عملها الأستاذ تامر أنور، بنتكلم هنا على مبادرة بدأت لأجل الحب يعني، أو بدأت بالحب، المحبة، الضمير الإنساني المصري مذهل. حاجة مجانية، ناس مش عايزة أي شيء من ورا ده غير إنه ولادنا اللي هناك ما يفوتهمش حاجة ويتعلموا، ومهما كانت الظروف وقاعدين بيفكروا طول الوقت في كيفية حل الموقف. طب ده أصل الأونلاين مش هينفع، طب احنا نعمل كذا ونبعته لهم ويبدأوا عن طريقه يشتغلوا ويذاكروا ويتعلموا ويمتحنوا و طب ساعدونا يا جماعة عشان نقدر نوصل صوتنا لوزارة التعليم. والله العظيم كل اللي نقدر نعمله لا نعمله عشان الكلام ده يوصل لوزارة التعليم. مصر توصل مساعدات، مصر صاحبة الجانب الأكبر المهول الذي يتخطى 85%، ده كده حبا مني يعني توصل لـ90 عادي يعني، ده بكلمك بأمانة بالمساعدات. مصر اللي بتشتغل على الهدنة، مصر اللي بتشتغل على إخلاء سبيل أسرانا الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مصر اللي بتضغط علشان نقعد على الترابيزة ونخلق تهدئة حقيقية ونبقى بعد كده شغالين على حل الدولتين، مصر اللي بتعمل رأب صدع للداخل الفلسطيني ما بين الفصائل وبعضها البعض، مصر اللي بتضغط على العالم، مصر اللي عملت مبادرة علشان تعليم الفلسطينيين. مصر كل واحدة واحدة، الدولة بشعبها بأفرادها بمؤسساتها واحدة واحدة، مصر مش اتنين، مصر واحد، مصر مش شعب وحكومة، مصر واحد. ومصر تنظر لمجتمعها العربي باعتباره واحد، جزء لا يتجزأ من الجسد المصري، ونحن جزء لا يتجزأ من مجتمعنا ومحيطنا العربي. وعلشان مصر زي السكر، حلو قوي تاكي قوي اللي انا قلتها دي، مهم يعني. تعالوا نروح على حكايه السكر. احنا عارفين كان في ازمه في حكايه السكر اياها دي، وقصه في مساله الاسعار وما الى ذلك. طبعا انا ما اقدرش اقول لك الاسم اللي انا عارفه مثلا، محل انا عجبني المحل ده ما اقدرش اقول اسمه طبعا، محل في مكان ما، هذا المحل بيبيع لك 2 كيلو سكر ب 55 جنيه. هتقول لي قول لنا بسرعه عشان نروح نجري عليه، اقول لك ما اقدرش. اعلان يا حبيبي ما ينفعش، لما يعلن عندنا يبقى يعمل اعلانات عندنا ويقول عندنا 2 كيلو سكر ب 55. حلو؟ طيب. ده ناس شرفة يعجبوني. لأنه شركات السكر ووزارة التموين والدولة والحكومة اشتغلت على إيه؟ اشتغلت على ضخ الإنتاج لصالح كل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية، حتى لا يتحدث أحد أو يتقول أو ينفخ في لهيب وجمرات حتى تستعر وتصير نارا ويقول لك أصل في أزمة أو اللي جاي سواد. شوف التقرير وهنطلع فاصل وبعدين نكمل الكلام. حضرتك شايفه المنظر اللي ورانا ده عبارة عن سكر معبأ ومكرر وجاهز للتعبئة في عبوات 1 كيلو، وبيتم رفع الطاقات الانتاجية والتعبئة وصلت حوالي 2000 طن في اليوم. ده شركة واحدة، الأربع شركات واصلين خلال الأيام دي إلى 8000 طن يوم. بنرجع تاني لمعدلات الضخ الطبيعية وبنزود شوية كمان، لأن زيادة المعروض من سلعة السكر في الأسواق وتحقيق الوفرة المطلوبة هو اللي بيحافظ على توازن الأسواق وتوازن الأسعار. عندنا قنوات أخرى بيتم الضخ فيها وهي المنافذ التموينية، وده موجود في منظومة التموين، وضيف إليها طبعا كل القطاع اللي بيتعامل فيه السلاسل التجارية، الشوادر،
احتياجات السادة المحافظين القطاع الصناعي، بيتم الوفاء بهذه الاحتياجات من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. احنا هنا بنتكلم بقى شركات الانتاج البنجر بتطلع لصالح الشركات التجارية، وبالتالي هنا بالتوازي مع بعض المسارين ماشيين، فبتوصل للمعدلات الطبيعية واكثر شوية علشان نوفي الاحتياج اللي مطلوب في السوق، ان كلما زاد المعروض الإنسان أو المواطن نفسه بيحس بوفرة السلع، وبالتالي الأسعار ترجع للطبيعي، وإحنا هدفنا أن سلعة السكر تستقر ويبقى سعرها 27 جنيه للكيلو المعبأ في كافة المنافذ البيعية. الحقيقة الفترات الموجودين احنا فيها دلوقتي وبصددها، هو فيش يعني السكر موجود ومتوافر في الشركات، بنجهز الكميات اللي طالعة، هنطلع في حدود 2000 طن يوميا، المصنع شغال على مدار الساعة، التعليمات اللي جات انه كميات تطلع وما فيش اي أزمة للسكر، وبالفعل هو السكر موجود وموجود 25,000 طن موجودين، تم ضخ الفترة اللي فاتت 250,000 طن في السوق وما زال الضخ موجود، وده نهاية موسم وبداية موسم جديد خلال أشهر قريبة، شهر أو شهر ونص بالكتير هتلاقي الدنيا موجودة والسكر متوفر إن شاء الله بإذن الله. طبعا البنجر بينضج في الأرض الزراعية بعد 6 أشهر ويبدأ الحصاد حسب عروات الزراعة لمدة 6 أشهر، موسم يمتد ل6 أشهر لاستلام البنجر من المزارعين بمعدل يومي 11,000 طن بنجر يوم، ينتج 1500 طن سكر أبيض يوم. موسم 23 أنتجنا 200,000 طن سكر من البنجر وكررنا 75,000 طن سكر خام. 275,000 طن سكر دي بيتم توزيعها لجميع الناس تشق للتموين والسكر الحر الخارجي. احنا عندنا هنا طبعا عندنا الشغل على مدار 24 ساعة شحن السكر لتوفير السلع للسوق. احنا حاليا بنشحن زي ما انت شايف حضرتك عربيات من 50 طن و60 طن، وبالإضافة إلى فتح شريان جديد للعربيات الصغيرة 10 طن زي ما هتشوف حضرتك برا، وده كله لزيادة الإمداد والتوزيع لجميع المنافذ للشركة على أن يصل كيلو السكر للمستهلك 27 جنيه لا يزيد عن 27 جنيه للمستهلك. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ الانتخابات الرئاسية. طيب ناس كتير جدا بتقعد تتكلم عن الانتخابات، وبتكلم تحديدا عن الانتخابات في مصر، وتتكلم على يا ترى هل ترى كيفية متابعة العملية الانتخابية، مراقبة الانتخابات، المنظمات الدولية والحقوقية كيف تتابع الانتخابات او تراقبها في تعبير اخر الى اخره. طب ما الاول نحاول نفهم يعني ايه متابعة الانتخابات واليات هذه المتابعة، ولما بتتابع الانتخابات عن طريق المنظمات اللي موجودة في مصر أو المؤسسات الموجودة في مصر وغير الموجودة في مصر، ممكن تبقى مؤسسات عربية، ممكن تبقى مؤسسات أوروبية أمريكية، يا رب تبقى مؤسسات من إندونيسيا، مش دي القصة. احنا عايزين نعرف بيعملوا كده ازاي وليه، ودي حاجة مهمة. خلونا بقى هنا نرحب جدا بضيفنا العزيز داخل الاستوديو أستاذ أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام، وهي طبعا واحدة من أكبر المؤسسات، و أيضا هو المتحدث الرسمي باسم ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. منورنا. الله يخليك. الأخبار كله تمام؟ شكرا أستاذ يوسف. هو في فرق في المصطلحين ما بين متابعة ومراقبة؟ طبعا هو في رقابة ومتابعة وملاحظة. حلو. احنا هنا طبقا لقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والقوانين المنظمة نحن نتابع العملية الانتخابية، وبالتالي احنا من حقنا ان احنا نرصد ونشاهد ونجاوب على اسئلة موجودة في الثمارة ونقيم العملية الانتخابية ونشوف مدى توافر المعايير الدولية لنزاهة وحرية الانتخابات، لان انا عندي معيارين كبار بنشتغل عليهم، معيار الحرية ومعيار النزاهة. احنا من خلال متابعتنا في ائتلاف نزاهة والمنظمات الشريكة لينا والمتابعين الدوليين صممنا الثمارة. الثمارة فيها مجموعة من الاسئلة، الإجابة على هذه الأسئلة بنعم أو بلا مع خانة ملاحظات لو المتابع عايز يكتب أي تعليقات، من خلالها نقدر نحكم إذا كانت هذه الانتخابات كانت حرة أم غير حرة، كانت نزيهة أم غير نزيهة. المعايير دي مش إحنا اللي حطيناها، دي معايير دولية متعارف عليها في العالم كله.
ده اوكي. طيب لا كمل يا فندم كمل. فمن خلال هذه العمليه واحنا تابعنا في ائتلاف نزاهه في اكتر من دوله، يعني احنا تابعنا في حوالي 30 أو 35 لا ده المشكلين للائتلاف هذا العام. لكن احنا تابعنا في امريكا وتابعنا في دول عربيه ودول اوروبيه. يعني انا تابعت من 2008 ما بين اوباما وماكين الانتخابات الرئاسيه، وبالتالي المجموعه اللي موجوده عندنا هي بتدمج ما بين مجموعه لديها الخبره الكامله والكافيه لمتابعه العمليه الانتخابيه ومجموعه اخرى من الشباب اللي احنا بندربهم وبنأهلهم علشان يتابعوا الانتخابات مش بس في دول اخرى ولكن كمان في دولهم. يعني اذا كان احنا هنا في مصر انا شريك محلي وبتابع في مصر، لكن رحنا تابعنا في الاردن وتابعنا في المغرب وتابعنا في تونس وتابعنا في اكتر من دوله عربيه ودول ايضا اوروبيه. ده عمليه المتابعه اللي موجوده. لو بنتكلم عن ائتلاف نزاهه بتاعنا احنا اللي احنا شكلناه. أيوة. احنا بعد ما الهيئه الوطنيه للانتخابات اعلنت اسامي المنظمات التي لها حق المتابعه، تواصلنا مع بعض المنظمات اللي احنا ما نعرفهاش ومنظمات اخرى احنا عارفينها، واشتغلنا مع بعض سواء في انتخابات مصريه او غير مصريه، وتوافقنا مع 5 منظمات من افريقيا ومن اوروبا ومنظمتين مصريتين على ان احنا نتابع العمليه الانتخابيه في مصر 2024. احنا خدنا 54 تصريح من الهيئه الوطنيه للانتخابات للمجموعه بتاعتنا. احنا بنشكل 34 دوله، قوام البعثه 100 شخص ما بين متابع دولي وما بين مترجمين وما بين الجهاز الاداري، وعندنا غرفتين عمليات، واحده موجوده في مقر المؤسسه واحده موجوده في مقر اقامه البعثه. حددنا 2400 لجنه انتخابيه هنتابع الانتخابات فيها في خلال ايام 10 و11 و12، وده تقريبا بيشكل حوالي 24 او 23% من عدد اللجان الانتخابيه الفرعيه اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه، وده من خلال 10 محافظات. ليه مش ال 27؟ لان احنا ما عندناش امكانيات ان احنا نغطي 27 محافظه، وما عندناش امكانيات ان احنا يبقى عندنا متابعين اكتر من كده، لان كمان الوارد انكم تنتقلوا على حسب الايام. يعني مثلا الانتخابات 3 ايام، فممكن النهارده بتابع 10 هنا او 10 محافظات، اليوم الثاني بتابع 10 محافظات تانية. هي مساله مهلكه بس يعني. بس احنا حددنا 10 محافظات اللي هي قريبه عشان ما يبقاش في اقامه في محافظات اخرى. خدنا القاهره والجيزه والقليوبيه العاصمه يعني والقاهره الكبرى، خدنا وجه بحري الشرقيه والغربيه، خدنا وجه ابلي بني سويف والفيوم والمنيا، خدنا اسكندريه وخدنا بورسعيد كمحافظه قناه. وكنا على اساس 3 ساعات 3 ساعات ونص هي الانتقال من مقر اقامه البعثه للمحافظه، يقدروا يرجعوا يباتوا تاني في نفس الاوتيل اللي هم مقيمين فيه علشان كمان ما يباتوش في محافظات اخرى. يعني في فرق بتتحرك، كل فرقه بيبقى فيها متابع او 2 دوليين معاهم المترجم والمرافق ومعاهم منسق محلي عارف الدايره وعارف المحافظه وعارف الشوارع والحواري والاماكن مراكز الاقتراع علشان يبقى سهل ان هم يتحركوا داخل هذه المحافظه. وبالتالي كل متابع من المتابعين الموجودين معانا بيجمع الاستمارات. والميزه السنه دي اللي احنا عملناها وتجربه في مصر ان الاستماره ما بقتش ورقيه، الاستماره بقت كمان اونلاين. يعني احنا عاملين على جوجل فورم وعاملين شيت وعاملين شريط اكسل، وعلى الموبايل هو معاه الاستماره، اول ما بيحط نعم او لا ويكتب ملاحظاته بتوصل عندنا على طول في غرفه العمليات. احنا بنبقى بنتابع اللجان الانتخابيه اللي هو راحها، الاستماره مكتوب فيها اسم المتابع، مكتوب فيها اللجنه، مكتوب فيها عدد الناخبين المقيدين داخل هذه اللجنه الفرعيه، لما راح كان في عدد الاصوات كان قد ايه، وبيبدا يجاوب على الاسئله. من خلالها احنا بنبقى ساعه بساعه احنا عارفين الاجواء الانتخابيه وعارفين ايه هي مجريات العمليه الانتخابيه ومدى تطبيق هذه المعايير. طيب هبدأ بقى بأول حاجة كانت لفتة نظري جدا في الكلام، وعندما نتابع نستطيع من خلال الأسئلة وهذه الاستمارة إن احنا نحدد إذا كانت الانتخابات حرة ولا مش حرة، نزيهة ولا مش نزيهة. يعني إيه انتخابات حرة؟ الانتخابات الحرة وبتبقى الانتخابات الحرة من قبل فتح باب الترشح، يعني الجو العام، القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، هل بتسمح لكل من له الحق في الترشح إن هو يرشح نفسه؟ هل القوانين بتمنع حد من الترشح ولا لأ؟ هنا لو عندي قوانين بتسمح للناس او كل من تتوافر فيه الشروط ان هو يتم التقدم باوراق الترشح، يبقى هذه الانتخابات انتخابات حره بتضمن تنافس ما بين المرشحين. وهنا بنتكلم عن الانتخابات بكل انواعها، يعني سواء انتخابات رئاسيه او نيابيه او مجلس شيوخ او محليات او حتى النوادي والجمعيات الاهليه، اي انتخابات بتتوافر فيها الشروط تبقى انتخابات حره، لا تتوافر فيها الشروط تبقى انتخابات غير حره.
نزيهة. أما غير أما النزاهة، هل يستطيع الناخب أن يصل إلى مقر الصندوق اللجنة الانتخابية بتاعته ولا لا؟ هل الصندوق شفاف ولا لا؟ هل كان هناك توجيه للناخبين؟ هل كان هناك ضغط على الناخبين؟ هل كان هناك دعاية انتخابية داخل مقر الاقتراع؟ هل كان هناك أحد رجال الشرطة أو الجيش داخل مقر الاقتراع؟ دي كلها هي علامات النزاهة للعملية الانتخابية. طيب لما بتخلصوا بقى أو بتخلص الانتخابات بعد انتهاء اليوم الثالث، هل بيبقى بتكملوا دور فيما بعد ذلك؟ شكل التقرير اللي بيطلع من عندكم بيتعمل بيبقى شكله عامل ازاي؟ احنا بعد ما بنخلص طبعا ايام الاقتراع في عند الفرز، وكمان احنا بنشارك وبنتابع عملية الفرز الاصوات، بعد كده بنبدأ نعد التقرير من اول فتح باب الترشح لحد الفرز. من اول فتح باب الترشح وقبل فتح باب الترشح، لان بنتكلم عن الوضع الامني، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، القوانين المنظمه العمليه الانتخابيه، ده بنحط كل ده، لان هل الانتخابات اجريت في جو امن اصلا؟ هل الانتخابات اجريت في جو تشريعي، تشريعات وقوانين منظمه العمليه الانتخابيه جيده ولا غير جيده؟ وابدا من فتح باب الترشح للدعايه الانتخابيه للصمت الانتخابي لايام الاقتراع للفرز، ثم بعد ذلك إعلان النتائج. التقرير بيشمل كل هذه المراحل من العملية الانتخابية، وبيبقى عندي تقريرين. تقرير أولي إن أنا بعلنه بعد يوم أو اتنين من العملية الانتخابية، يعني إحنا حددنا ميعاد مؤتمرنا لإئتلاف نزاهة يوم 16، بغض النظر بقى النتيجة هتطلع إمتى، إحنا مؤتمرنا اللي هنقول فيه رؤيتنا وشهادتنا هيكون يوم 16 ديسمبر. ده التقرير الأولي. في عندي تقرير نهائي بيبقى فيه كل بقى اللجان بأسمائها، بالتقرير تفصيلي ممكن يوصل لحوالي 150 صفحة. والتقرير ده إحنا بنبعته كمان للهيئة الوطنية للانتخابات، لأن ده واجب علينا، لأن الهيئة لما اديتك التصريح واديتك الحق في المتابعة، أنت كمان واجب عليك أنك أنت بتبعت لها التقرير بتاعك. أوكي. طب أنا أساساً هطلع لفاصل، وعايز أرجع بعد الفاصل أتكلم على هل بقى التقارير دي بعد كده بتنشر؟ هل بتتابعها هيئات أخرى قد تكون دولية؟ هل العالم يرى هذه التقارير؟ والوزن بتاع التقارير ده بيبقى حجمه أو ثقله قد إيه أمام المجتمع الدولي الذي يهتم بمسألة حريات ونزاهة الانتخابات في يعني المجتمع الإنساني؟ هستأذن هنطلع فاصل ونرجع مرة تانية مع أستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. استنونا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، كل الترحيب بضيفنا العزيز استاذ ايمن عقيل رئيس مؤسسه ماعت للسلام والتنميه وحقوق الانسان والمتحدث باسم ائتلاف نزاهه الدولي. وكنت بقول الوزن بتاع التقرير بيبقى شكله ايه قدام العالم؟ هل العالم يطلع على هذه التقارير يتابعها؟ غير انه احيانا كتير العالم كان بيبقى قاعد مترصد الوضع في مصر، يعني قاعد عمال مركز معانا اكثر مما ينبغي وبيتلكك اكثر مما ينبغي. طبعا ده السؤال في غاية الأهمية، لأن فكرة الربط بين الداخل والخارج وفكرة أن الأوضاع اللي موجودة أو شهادات منظمات المجتمع المدني سواء على العملية الانتخابية أو حتى على تطور أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحمايتها. لأن على سبيل المثال إحنا عندنا الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، وبالتالي إحنا بنشارك في كل فعاليات مجلس حقوق الإنسان في جنيف واللجان. لو اتكلمنا عن اللجان هنلاقي ان احنا في مارس الماضي في 23 كانت مصر بتراجع ملفها في حقوق الانسان، وبالتالي جزء منها كان موجود العمليه الانتخابيه والديمقراطيه والتحول الديمقراطي وحريه الراي والتعبير. وبالتالي اعضاء اللجنه او اعضاء اللجان التعاقديه هم 10 لجان تعاقديه في كل المجالات، وعلى فكره في شهر 11 الماضي برضو كنا بنراجع ملف التعذيب ومكافحه التعذيب وكانت اعضاء اللجنه موجوده. وبالتالي تقاريرنا اللي احنا بنقدمها للجنه هي بتستقي منها معلومات واسئله، وبتبدا تواجه الحكومه المصريه وتبدا تسالها على استفسارات والحكومه ترد، وبالتالي يبدا يطلع التقرير بالتوصيات بتاعته لتحسين الاوضاع. فتقاريرنا الخاصه بالانتخابات بتروح للجان المعنيه والمقررين الخواص التابعين للامم المتحده ومجلس حقوق الانسان والمعنيين باوضاع حقوق الانسان والمعنيين بالديمقراطيه والمعنيين بتداول السلطه. وبالتالي احنا بنقول بيبقى عامله زي الكوبايه كده بالظبط، اذا كانت الكوبايه فارغه فما عندوش معلومات يقدر يتكلم عن الدوله، لو كانت مليانه بتقارير
غير حقيقية هيعتمد على هذه التقارير الغير حقيقية أو التقارير المشوهة. لو كانت فيها تقارير من على أرض الواقع من منظمات فبالتالي بيبقى فيه معلومات كده ومعلومات كده، وبالتالي من حق أعضاء اللجان والمقررين واليو بي آر ومجلس حقوق الإنسان إن هو يتناقش مع وفد الحكومة على أوضاع حقوق الإنسان، فبالتالي ده الوزن الحقيقي. لكن لو أنت تابعت الانتخابات وقلت الانتخابات نزيهة أو غير نزيهة وفضلنا قاعدين هنا إحنا ما عملناش حاجة، وبالتالي التواصل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان سواء حقوق مدنية وسياسية أو حقوق اجتماعية واقتصادية هو ده الوزن الحقيقي ليها، سواء في جنيف أو حتى في نيويورك، لأن حتى في نيويورك وفي منتدى السياسات رفيع المستوى الـ HLBF وإحنا بنشارك فيه الخاص بأهداف التنمية المستدامة عندي 17 هدف، أنت بتقدم تقارير عن مدى التقدم التي أحرزته الدولة في التنمية المستدامة، والتنمية المستدامة هي حقوق إنسان، لأن التنمية طبعا المستدامة وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، الاثنين ما بيختلفوش عن بعض، بالعكس كل أهداف التنمية المستدامة هي حقوق إنسان، فهو ده الوزن الحقيقي لهذه التقارير. الحاجة الثانية أنت بتنشر التقارير على مستوى العالم كله في وسائل الإعلام وعربي وإنجليزي، وبالتالي اللي عايز يستقي هذه المعلومات يستقيها، واللي عايز يناقشك فيها يناقشك. الحاجة الثالثة والأهم، أنت عندك بعثات أو سفارات موجودة داخل الدولة المصرية لدول أجنبية، وسواء في جنيف أنت عندك البعثات الدائمة، لأن في جنيف هي زي ما بقول دايما هي عاصمة لحقوق الإنسان، البعثات الدائمة اللي موجودة هناك إحنا بنبعت لها كل تقاريرنا، مش بس اللي لها علاقة بالعملية الانتخابية، كل تقاريرنا عن أوضاع حقوق الإنسان، وبالتالي بيسألونا وبنرد عليهم ويطلبوا استفسارات ونرد عليهم. ويمكن من 2019 كنا بنتكلم عن مدى التطور اللي حصل في مصر في مجال حقوق الإنسان، وكانوا بيطلبوا مننا استفسارات وكنا بنرد عليهم، سواء الحوار الوطني، لجنة العفو الرئاسي، قانون 149 لسنة 2019 خاص بالجماعات الأهلية، تعديل أو وضع بدائل للحبس الاحتياطي، القوانين اللي احنا بنعدلها والبرلمان بيناقشها حول تداول المعلومات. ويمكن وإحنا في مارس 2023 كان معنا معالي الوزير عمر مروان واتكلمنا عن تداول المعلومات، ولجنة حقوق الإنسان اتكلمت عن تداول المعلومات القانون وقال إحنا في المراحل النهائية لإصدار هذا القانون. يعني هنا في تطور بيحصل، ما ينفعش نفصل الآليات الدولية عن الوضع الداخلي اللي احنا بنشتغل فيه. صحيح، الوقت ده قصير وانا فعلا عايز اتكلم في حاجات تانية متعلقة كمان بكيفية تعامل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مع الأوضاع المصرية، خاصة بعد ما شافوا لجنة العفو الرئاسي، الحوار الوطني وما إلى ذلك. خصوصا عندي حدوتة هحكي لك ولكن بعد ما خلص الحلقة، ودي حاجة مهمة. انا بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة، الف 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 شكر. كل الشكر للأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وأيضا طبعا المتحدث الرسمي باسم ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات المصرية 2024. خلصت الحلقة؟ ده صحيح. هل خلص الكلام؟ لا طبعا. أولا كريم رمزي منور برنامجه النهاردة، برنامجه رقم 10 داخل حالا. احنا لو كلنا العمر هنقابلكم إن شاء الله في نفس الميعاد يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة. سلامات.